وأنا سميتهم جوعانين وشحادين للترندات، لأنه كتبوا كلام جداً بشع وجداً غير حقيقي. لأنه أصلاً اللي بيشوف اللايف اللي كنت مقدمته، كنت طالعة بلايف على تيك توك على إثر حادثة الطفل أو الأطفال يلي عم بتم الإتجار فيهم وعم بتم اغتصابهم. كان اللايف بعنوان كيف أنت بتقدر تستخدم السوشيال ميديا بشكل واعي لتحمي أطفالك. وهيدي القضية شدناها بلبنان مؤخرا، وهي قضية مو بس بلبنان على فكرة، وموجودة يعني هاي القضية اللي انشهرت هلأ آخر شيء بلبنان، وما خفي أعظم. لسه في شغلات أبشع وأعظم بكتير، وقضية الإتجار بالأطفال هي قضية شائكة وقديمة جدا وموجودة بالعالم كله، بس بيتم التعتيم عليها لأسباب تعود للمافيات يلي بيعملوا هاي المواضيع. فأنا بعتبر هذا الموضوع تم بقصدية لحتى ما تطلع فنانة إلى جماهيرية وتحكي عن موضوع الإتجار بالأطفال. كنت عم بحكي عن موضوع الإتجار بالأطفال، عن موضوع كيف الأهل يحاولوا يعملوا كنترول على أطفالهم بكل اللايف. بكل اللايف هو هذا كان موضوع اللايف. وحكينا عن مواضيع تانية، حكينا عن الصحة، حكينا عن الرشاقة، حكينا عن كيف أنت بتحارب الشيخوخة واعترفت بعمرك. بس كان المحور الأساسي أنا كيف بستخدم السوشيال ميديا لمصلحتي، لأنه السوشيال ميديا سيف ذو حدين، كيف فيني طوعها لمصلحتي ولمصلحة المجتمع ومصلحة الآخرين، وكيف فيني استخدمها لحتى استغل الأطفال هدول يلي عم بيروحوا ضحية مو بس التيك توك، حتى على الإنستغرام في بلاوي زرقاء، حتى بالفيسبوك في مصايب كمان، والأهل مو دريانين عنا. فأنا بسأل هون مين له مصلحة يعتم على ساعة ونص من الحديث عن أنه انتبهوا يا ناس أطفالكم عم تمسك الموبايلات وأنتوا بغفلة عنهم عم بيشوفوا مشاهد ومناظر جنسية سياسية، قتل، ذبح، تحريض على العنف، والأهل مغيبين. فالسؤال الصح يلي لازم نسأله مين له مصلحة بالتعتيم على ساعة ونص بلايف فيه توعية للناس بخطورة السوشيال ميديا على الأطفال، ويجتزئ مقطع أنا كنت عم بمزح فيه، لأنه أنا أصلاً بهذا اللايف، هذا تاني لايف بحياتي بعمله على تيك توك، وما كان لا مناظرة ولا تحديات سخيفة، كنت طالع عم بحكي على قضية نبيلة جداً وواضحة جداً، وهدفي كان واضح ما بيخفى غير على الجاهل أو المغرد يلي قاصد فعلاً بس بده يأذي. طبعاً الناس يلي بتبعت لك هدايا، في طلعت لي وحدة من الفانز، وكان عنبة اللي هو المدير عم بيبعت لي على الواتساب، أنا عم شوف في وحدة كتبت لي في حدا باعت لك حوت، معقول نسرين طافش باسمك الكبير ما يجيك الأسد؟ فأنا شو رديت عليها، وهي كانت أجزاء من الثانية، عم أنا رديت عليها طب ماشي، كنت عم بحكي على الأنتي ايجينج والأعمار وهيك، قلت لها طب ماشي أنا ما رح قلكن أخبار، عم تتحديني، قلت لها ما رح قلكن ولا خبرية ولا رح قلكن قدي عمري غير ليجيني الأسد لنشوف شو قصة هذا الأسد. وقلت هاي الكلمة وكملت وضحكت وما رجعنا حكينا بالموضوع إطلاقا. فتم التعتيم، تخيل، على قضية كبيرة، مثل كأنه أنت آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، طالعوني عم أقول لا تقربوا الصلاة.